هكذا يودع الحاج إلى بيت الله الحرام قبل المغادرة بساعات قليلة. يجتمع الأهل والأقارب والجيران والأحبة في جلسة روحانية مزينة بزغارد النساء وكؤوس الشاي واسترجاع بعض من قصص الحج في الماضي. هنا في أحد أزقة القديمة بالأغواط عشنا أجواء مليئة بعادات أهل البلدة الخاصة بالحجاج. تقاليد الحاج كينجوه تلم عنده جيران الأحفاد الأهل من كل أنحاء. الكبير نهار اللي يعود احنا رايح احنا نجي نغافروا عليه لانه كبير، هذا الكبير تاعنا احنا كاع نكوت الشارف هو الكبير عندنا. الحمد لله نفتخروا ان المطار جاء في ولايه الاغواط، هذا زياده فينا وزياده في الوطن وزياده في البلد، وربي ان شاء الله اللي يتمنى ان شاء الله هذاك البلاصه الله يوصلوا ليها. تبدا بتكريم المودعين وطلقات بالبرود ولا تنتهي بتوزيع الحلوى على الصغار من الحاج واهله. وهذه من تقاليد الاغواط، الحاج يعود رايح نودعوه بالبارود ونودعوه بالخيل زقريت والزهو والعايدي، وندعو لهم ونقول لهم ان شاء الله يديهم في العافيه ويجيبهم في العافيه ويدعوا لنا لهيه بلدنا الجزائر. قول لهم اتبقوا على خير ورانا رايحين ان شاء الله ما طولوش ونجوا. هذه رايح مايا للحج وبنتي وعزوجي ورانا في نعمه الحمد لله. بعد التوديع يلتحق الحاج سعد شارف بقاعة خصصت لتجمع الحجاج حيث الانتقال إلى المطار. هي إذن الرحلة الأولى من مطار الأغواط لأزيد من 300 حاج وحاجة من ولاية الأغواط والجلفة. فحج مبرور وذنب مغفور وعود مبارك.